ألم تتساءلوا يوماً كيف تعامل أهل التاريخ مع الروايات المريبة والغامضة في هذا العالم؟ هل من أحداث حصلت لم نسمع بها من قبل؟ أم هل حاولوا حقاً كشف المستور؟ وأي مستور أكثر غموضاً من يأجوج ومأجوج؟ أصدقائي المتابعين، قصتنا اليوم ستأخذنا في رحلة عبر التاريخ إلى أراضٍ بعيدة وأقوام غريبة، لنصل إلى موقع من أكثر المواقع التي لا زالت إلى يومنا هذا تثير الحيرة. رافقوني في رحلة سلام الترجمان إلى سد يأجوج ومأجوج. إليكم القصة. قبل أن نبدأ أصدقائي، لا تنسوا أن تشتركوا في قناتي على يوتيوب وتفعلوا جرس التنبيه وتتابعوني على حساباتي الشخصية في إنستغرام وفيسبوك. كما أنني أود أن أنوه أن هذه الحلقة برعاية إخوتي وأصدقائي في قناة TGR+، قناة عربية بامتياز على يوتيوب تنقل الأخبار والمواضيع الغريبة والعامة والمفيدة بطريقة جميلة وبلغتنا العربية التي نحب. أنصحكم أن تشتركوا في قناتهم وتدعموا هذه المجموعة من الشباب العرب العاملين بها. رابط القناة تجدونه طبعا في وصف هذا الفيديو. في رواية ذكرها العديد من المؤرخين في كتبهم، والذين بأغلبهم اقتبسوها من كتاب المسالك والممالك لابن خردادبة، الذي بدوره نقلها مباشرة عن لسان سلام الترجمان بطل قصتنا. يروى أن الخليفة العباسي الواثق بالله رأى في المنام أن السد الذي بناه ذو القرنين ليحبس يأجوج ومأجوج خلفه قد انفتح، فأفاق الخليفة فزعا مهموما مما رآه، فكر مليا بما يجب عليه أن يفعل حتى استقر به الرأي على إرسال بعثة لاستبيان الأمر. فأشاروا إليه بأن لا أحد يصلح لهذه الرحلة إلا سلام الترجمان صاحب 30 لسان، بما معناه أن سلام الترجمان كان يتكلم 30 لغة. وافق الخليفة وطلب من الترجمان أن يقود بعثة استكشافية لتبيان حقيقة السد وحاله. وبالفعل انطلق الترجمان من سر من رأى أو سامراء كما تعرف حاليا في بعثة من 50 شابا أقوياء و200 بغل محملين برزق سنة لكل شاب في البعثة. وكان الخليفة العباسي قد أرسل بكتاب إلى صاحب أرمينيا لتسهيل أمر البعثة، الذي بدوره أرسل كتابا إلى صاحب السرير الذي كتب إلى ملك اللان لإكرام ضيافة البعثة. ثم أن ملك اللان كتب إلى فيلان شاه الذي كتب إلى طرخان ملك الخزر. أقامت البعثة في الخزر يوما وليلة. وفي خبر الخزر الأمر العجيب، لعله لم يذكر عند كل رواة القصة، لكنه ذكر في بعض الكتب مثل عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، وهو قول عن الترجمان يحدث فيه عما صادفه في الخزر، حيث تقول الرواية أنه أثناء إقامة الترجمان عند ملك الخزر رآهم يصطادون سمكة عظيمة جدا، فجذبوها بالحبال فانفتحت أذنها لتخرج منها جارية بيضاء حمراء حسنة الصورة. أخرجوها إلى البر وهي تضرب وجهها وتنتف شعرها وتصيح، وقد خلق الله في وسطها غشاء كالثوب الصفيق من سرتها إلى ركبتها كأنه إزار مشدود على وسطها، فأمسكوها حتى ماتت. غريب. لنكمل الرحلة مع الترجمان الذي خرج من الخزر مع 5 أدلاء جدد، فأكمل مسيرة 26 يوما حتى وصلوا إلى أرض سوداء نتنة الرائحة. فغطى الترجمان ومن معه أنوفهم بالخل اتقاء للرائحة النتنة. مشوا فيها 10 أيام حتى وصلوا إلى مدن خراب، فمشوا فيها 20 يوما. لما سألوا عن أمر هذه المدن عرفوا بأنها المدن التي نزلها يأجوج ومأجوج وخربوها. تابعت الحملة مسيرها حتى وصلوا إلى حصون بالقرب من الجبل الذي شعب منه السد، فوجدوا عند الحصون قوم يتكلمون بالعربية والفارسية ويقرؤون القرآن، ولديهم مساجد وكتاتيب. فسألهم القوم من أين أقبلوا، فأخبرهم الترجمان أنهم رسل أمير المؤمنين. تعجبوا وأخذوا يسألون إن كان هذا الأمير شابا أم شيبا، فأخبرهم أنه شاب، فسألوا عن أرضه فأجابهم
بأنها أرض تدعى سر من رأى في العراق. فلم يكن هؤلاء القوم يعلمون شيئاً عن العراق أو الخليفة قط. تابعت الرحلة مسيرها ليصلوا إلى مدينة أيكا ذات الأبواب الحديدية والمزارع الغناء، وهي المدينة التي كان ينزلها ذو القرنين بعسكره. بين هذه المدينة والسد مسيرة 3 أيام وحصون وقرى كثيرة. فسارت البعثة عبرها حتى كان اليوم 3. وصلت البعثة إلى المكان المنشود ليجدوا جبلاً مستديراً، وربما المقصود هنا سلسلة جبال دائرية، لأن الترجمان يكمل بقول أنهم صاروا إلى جبل عال عليه حصن، والسد الذي بناه ذو القرنين هو فج بين جبلين عرضه 200 ذراع. وقد كان الطريق الذي يخرج منه يأجوج ومأجوج ويتفرقون في الأرض، فحفر ذو القرنين أساسه 30 ذراعا إلى الأسفل، وبناه بالحديد والنحاس حتى ساقه إلى وجه الأرض، ثم رفع عضادتين عرض كل واحدة منهما 25 ذراعا في سمك 50 ذراعا، وكله بناء بلبن من حديد مغيب في نحاس ودروانت حديد أو جذر من حديد طرفاه على العضادتين طوله 120 ذراعا. وفوق الدروانت بنى من الحديد والنحاس إلى رأس الجبل. يقفل هذا البناء أو السد باب ضخم جدا ذو مصراعين حديديين مغلقين، وعلى الباب قفل طوله 7 أذرع، وفوق القفل بقدر 5 أذرع غلق طوله أكثر من طول القفل، وعليه مفتاح معلق طوله 2.5 ذراع معلق في سلسلة ملحومة بالباب طولها 8 أذرع. مع الباب حصنان كل واحد منهما 200 ذراع في 200 ذراع، وعلى باب هذين الحصنين شجرتان، وبين الحصنين عين عذبة. فرأى الترجمان في أحد الحصنين آلة البناء التي بني بها السد من القدور والمغارف الحديدية، وهناك بقية من لبن الحديد التزق ببعضه من الصدأ. تفاجأ الترجمان بعدد من الفرسان على رقبة كل واحد منهم مرزبة، والمرزبة هي العصا التي نهايتها سلسلة حديدية ضخمة. فسأل الترجمان عن خبرهم، فأتاه الجواب أن هؤلاء الفرسان هم حرس السد، وهم يتوارثون هذا الأمر كالخلافة، وهم يأتون كل يوم 2 وخميس فيضرب قائدهم على القفل ضربة في أول النهار فيسمع دبيباً خلف الباب، ثم يضرب ضربة ثانية عند الظهيرة فتكون جلبتهم أكثر من المرة الأولى، والضربة الثالثة تكون عند العصر فيسمع دبيبهم وجلبتهم. فلما سأل عن السبب أجابوه أن الغرض من قرع الباب لكي يسمع من وراء الباب ويعلم أن هناك حفظة للسد، وليتم التأكد من سلامة القفل والباب. مرعب. سأل الترجمان أهل الحصون عن أي شائبة في الباب، فدلوه على شق مثل الخيط الدقيق، فأثار الأمر ريبة الترجمان وسألهم إن كانوا يخشون من الشق شيئاً، فأجابوه بالنفي لأن ثخن الباب 11 ذراعاً. فما كان من الترجمان إلا أن أخرج من جيبه سكيناً فحفر مقدار 0.5 درهم ووضعه في منديل ليريه للواثق عند عودتهم. نظر الترجمان إلى مصراع الباب الأيمن ليجد محفوراً أعلاه بالحديد التالي: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. انتاب الفضول الترجمان فسأل أهل تلك المنطقة إذا ما كانوا قد رأوا من يأجوج ومأجوج أحدا، فاسمعوا ماذا أجابوا. قالوا أنهم رأوا عددا منهم مرة فوق الجبل فهبت ريح سوداء وألقتهم إلى جانبهم، أي إلى أسفل الجبل، وكانوا بطول 1.5 شبر. بعد الاطمئنان على السد عادت الرحلة أدراجها إلى سامراء، فمروا بخراسان فالخراج ثم سمرقند ومنها إلى نهر البلخ، فعبروه إلى بخارة ومنها إلى نيسابور حتى وصلوا إلى سر من رأى أي سامراء، وكانت نهاية الرحلة. يخبر الترجمان أنه في هذه الرحلة توفي 12 رجلا في الذهاب و14 في الإياب، فلم يصل منهم إلى سامراء إلا 14 رجلا و23 بغلة، فكان وصولهم إلى السد في 16 شهرا وعودتهم إلى سامراء
في 12 شهرا. انتهت إلى هنا قصة رحلة الترجمان إلى أرض السد. يجدر بنا أن نذكر أن رحلة الترجمان كانت مرجعا للعديد من الجغرافيين العرب، ولعل أبرزهم الإدريسي الذي رسم خريطة العالم وحدد مكان أرض يأجوج ومأجوج كما سرد الترجمان في رحلته. كم هي جميلة هذه الرحلة، بل كم هي غامضة وغريبة، بل وتثير الريبة. أما فيما خص مكان قوم يأجوج ومأجوج فهذا ما نقله أحد الأشخاص، أما اليقين فيبقى عند الله وحده. ولكن متعة قصص التاريخ الرهيبة لم تنتهي، وفي كل خميس ترقبوا القصة.